مع كل ارتفاع في أسعار المواد الأساسية شمال غربي سوريا، تبدأ الأسر هنا بإعادة رسم موازنتها، تستغني عن بعض المواد وتقنن في أشدها احتياجا وضرورة إلى حدود تناسب ربما دخلها الثابت بالليرة التركية. يعني هاي شوفت عينك، الكل عم يشتري بالحبة. هلا أنا أول الناس عم يشتري بالحبة، مثلا بالبطيخة واحدة مثلا اشتريت، وعيلة كبيرة ما بتكفي مثلا، لأنه ما في شغل وما في مدخول، كلهم قضية بالدين مثلا. واليوم مثلا اللي عنده عيلة كبيرة مثلي أنا ما بتوفي الخمسين ليرة، ما بسوي معه شيء نهائيا. شراء 100 غرام أو 200 من السكر والشاي والسمن والأرز وأقل من ذلك بالنسبة للحم والدجاج وغيرها أمر باتت تسير عليه أسواق الشمال واقعيا. فالسوريون الذين فقدت عملتهم المتداولة قوتها الشرائية باتت خياراتهم للحياة تفرض تقنينا ذاتيا أو سميه تقشفا لم يعهده قبلا. هلا بارتفاع الاسعار والنسبه لغلاء الدولار والتركي اثر كثير على المواطن بشكل عام، لانه اليوم اجره العامل هي تركي، وكان كيلو السكر مثلا 20، ارتفاع السكر اليوم صار كيلو السكر 26، الناس ما بتحسن تاخذ كيلو سكر، صار تاخذ بنص الكميه ب 10 وب 15، وكذلك الامر السمنه والزيت والسكر والرز بشكل عام كله، يعني انا كنت ابيع كيلو سكر لواحد صرت ابيع كيلو سكر لثلاثه اربعه. التقنين الأسري في ظل الحرب بات واضحا معاشا. من أصل ثلاثة التقتهم كاميرا تلفزيون سوريا، قال اثنان إن استهلاكهم من أشد المواد الأساسية ضرورة انخفض منذ عام بحدود النصف. طيب اليوم أنا إذا بدي أشتغل بعشرين ليرة أو بثلاثين ليرة، إيش دام من أكل لأولادي، ولا بدي أشتري مثلا حاجات خاصة للأولاد، ولا أجار البيت، ولا مثلا حق مي، يعني الشكوى لله. كنا نجيب مثلا كيلو سكر كيلوين سكر، هلا ما عم نجيب نص كيلو، ومثله ومثله على الشكل. كنا ناخذ 4 كيلوات سكر 3 كيلو سكر، صرنا ناخذ نص كيلو، نص كيلو برغل، نص كيلو رز، هذا معيشتنا. واللي عنده عيلتين ثلاثه، انا عندي 4 عيلات، اخذ 3 كيلوات سكر صرت اخذ نص كيلو 3 4 كيلو، 5 شاي، يعني شيء وضع شيء بخجل، وما بنعرف وين مصيرنا، والعالم خيبطه بنفسها. في ناس أقسم بالله العظيم ماشي بالشارع ما معها خبز. هذا التقنين الجائر الذي تفرضه العائلة السورية على نفسها عائد بلا شك لغياب أي دور للجهات الحكومية في الموازنة بين الأجور والأسعار، فالأولى لم تواكب الثانية منذ أعوام، والثانية لا يقابلها لتستمر الحياة وإن بالرمق الأخير سوى تقشف ذاتي بأعلى المستويات. الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية مقابل الأجور التي ظلت ثابتة وبليرة التركية دفع الأهالي شمال غربي سوريا لفرض تقنين جائر على أنفسهم، حيث انخفض استهلاك العائلة لأشد المواد الأساسية ضرورة إلى حدود النصف. لتلفزيون سوريا، إبراهيم الخطيب، الشمال السوري.